بلوندي، باص المدرسة وصل. دعينا نرى ردة فعلهم بعد أن تركنا المدرسة. ديانا أشعر بالخجل، البارحة تركنا المدرسة واليوم نعود. بلوندي اسمعي، لن نعود لهذه المدرسة، فقط سنقوم بإلقاء نظرة على زملائنا السابقين. انظري فتيات بوني المشجعات قادمات. فريق بوني رائع، فريق بوني مذهل، فريق بوني سيفوز. انظري كم هم سعيدات، أظن أنهم لم يلاحظوا غيابك أبدا. بلوندي أرى ذلك. بنات أتساءل لما ديانا ليست في المدرسة، أين هي؟ لا نعلم. بلوندي هل رأيت الجميع في المدرسة اليوم؟ جميعهم هنا ونحن لن نذهب. ماكس في المدرسة، والفتى السيء أيضا، ومشجعات بوني أيضا في المدرسة. أين هو سمايل؟ هذا غريب، قال أنه سيكون هنا اليوم. فريق بوني رائع، فريق بوني مذهل، فريق بوني سيفوز. بنات أيمكنكم أن تصمتوا أرجوكم؟ لا أستطيع أن أتصل بديانا. يا إلهي بنات، هل رأيتم هذا؟ هذا مخجل جدا. مرحبا بنات، أي حصة هذه؟ أنا لا أتذكر حتى إن كنت في الفصل العاشر أو الحادي عشر. ألا تتذكرين أي شيء؟ ماذا حدث لك؟ بنات ما خطبي، أنا بخير، أيمكنكم أن تخبروني أي حصة هذه؟ شباب انظروا. لما تسخرون مني؟ ما الخطب؟ هل من الموضة المجيء للمدرسة دون تنورة؟ يا إلهي نسيت تنورتي. أرى أن فتيات بوني يحاولون أن يتدربوا، لكنهم لا يفلحون من دوني. انظري كارينا نسيت أن ترتدي التنورة. كيف؟ كيف نسيت أن ترتدي التنورة؟ أنا مصدومة. مرحبا ديانا. مرحبا سمايل. هيا للمدرسة. سمايل لا أستطيع. ديانا لماذا؟ لقد تحدثنا البارحة. ديانا هيا لا تهتمي لهم. سمايل اسمع، لا أريد أن أتعرض للسخرية، البارحة تركت المدرسة واليوم أعود، هذا طفولي جدا. ديانا المدرسة كلها في انتظارك صدقيني. سمايل حقا؟ انظر لهم انهم يستمتعون من دوني. ديانا ان لم تذهبي للمدرسة لن اذهب ايضا، انا صديقتك المفضلة وسافعل اي شيء. ان لم تذهبي للمدرسة فلن اذهب ايضا، سنترك المدرسة نحن الثلاثة. شباب اسمعوا، لا يجب ان تتركوا المدرسة بسببي. ديانا لقد تركنا المدرسة معا لذا لن نذهب للمدرسة معا. ديانا انا ايضا تركت المدرسة بسببك لهذا لن اعود ايضا. شباب انتبهوا ارجوكم. مرحبا معلم مايك، أين هي ديانا؟ لقد غبنا ليوم واحد والآن هي لا تجيب على الهاتف. يجب أن نتدرب، لا نستطيع أن نفعل هذا دون رئيسك. أي نوع من الأصدقاء أنتم؟ شباب أخبروهم أين هي ديانا؟ ديانا تركت المدرسة إلى الأبد، وبلوندي تبعتها، وسمايل ذهب معها أيضا. ديانا ذهبت. ماذا؟ هذا فظيع. لكن لماذا ذهبت؟ ديانا ذهبت بسبب سمايل، ونحن جميعا يجب أن نعيدها. أجل معلم مايك، لكن كيف؟ لا تعدها للمدرسة، لا تعدها. اصمتوا، المدرسة ليست مدرسة دون ديانا، سمعتم؟ هيا للحصة. تبا بنات، ديانا في ورطة ونحن لا نعرف بهذا الأمر أبدا. إن عادت ديانا سأترك هذه المدرسة، بدون ديانا أشعر بالثقة أكثر. بدون ديانا نشعر وكأننا جميلات حقا. أجل بنات، أرى أنكم سعيدات بغيابها. أشعر بالأسف على المعلم مايك. ديانا إنهم حزينون من دونك. فقط المعلم مايك حزين، البقية سعداء. أتعلمون ماذا؟ يجب أن نفكر الآن كيف نعود للمدرسة. هل تتوقعون مني أن أعود هكذا؟ مرحبا جميعا لقد عدت. اسمعي ديانا، عودتك يجب أن تكون مذهلة. يجب أن يندهش الجميع. حسنا لنذهب ونفكر بذلك، لكن الآن لا يجب أن يرانا أي أحد في المدرسة. بارت موزع الدفاتر. حسنا شباب، المدرسة دون ديانا حزينة. لا أعلم، لكنني أشعر بالراحة عندما ذهبت، لقد قامت بفعل شيء صحيح. ليالي أنت مخطئة، هذه المدرسة تفتخر بديانا، إنها قائدة المشجعات، يجب أن نعيدها. أجل لنعيد ديانا. شباب دعونا نصوت، من لا يريد أن تعود ديانا؟ لياليا اسمعيني، هل جننت أم ماذا؟ ديانا هي قائدة المشجعات، المدرسة فخورة بها، توقفي عن الغرور، أنت في مدرستها. ناسيا لا تنسي أنك أنت أيضا في مدرستها. معلم مايك شخصيا لا أريد أن تعود ديانا. شباب وأنتم؟ لا الأمر محزن دون ديانا. لقد سئمت منكم ومن ديانا، هل جننتم أم ماذا؟ أنا معجب بها وعلى وشك الوقوع في حبها. سمايل يحبها أيضا، البارحة كان يركض خلفها. اصمت داني وشأني. ما
معلم مايك، نحن مستعدات. ماذا سنفعل لنعيد ديانا؟ سنفعل أي شيء. معلم مايك، اليوم لدينا تدريب تشجيع، ولا يمكننا أن نتدرب من دون ديانا أبدا. اهدأوا، لا تذهبوا لأي مكان، سأتصل بوالديها. أها، لنتصل بها، هاتفها مغلق. معلم مايك، لنذهب لمنزلها بسيارة أجرة. أجل، لنذهب. سأذهب لمنزلها معكم. اهدأوا، لن تذهبوا لأي مكان، سأتصل بوالديها. نريد أن تعود ديانا. الناس لا يتركون المدرسة لكي يعودوا لها. هذا الموافق ديانا المتغيبة عن المدرسة، علامات التنصيص. شباب، لا أريد لديانا أن تعود هنا. وأنتم؟ نحن أيضا. أنا أريدها. ماكس، أصمت. صديقك اسماعيل رحل وقريبا سنتواحد. حسناً، اسمعوا، لهذا يجب أن نجمع التوقيعات ضد عودة ديانا. أنا أوعد ستيلا، وما علاقة اسماعيل بهذا؟ ماكس، اهدأ، يمكنك أن توعدني أنا. حسناً، اهدأوا، دعونا نوقع. جي جي، أنا ضد ديانا، لا أريد ديانا هنا. ماري، أيتها الخضراء، بالطبع أنا ضد ديانا. نحن ضد ديانا. لن نترك ديانا تعود للمدرسة. حسنا شباب، هل فكرتم بالفعل في عودتنا للمدرسة؟ سنذهب للمقهى ونقول آيس أعطينا بعض اللاتيه. لقد رحلنا البارحة، لكننا سنعود اليوم. لم نرحل بنات، أنتم رحلتم، وبسبب أنكم رحلتم البارحة الآن يجب أن نفكر في خطة للعودة. سمايل، لم يكن عليك أن تلحق بي البارحة. توقفوا عن الشجار، لقد تصالحتم للتو. أرجوكم ساعدوني، أعطوني سروالا أو تنورة. يا إلهي، أحد في الحمام ونحن نصرخ هنا. أحدهم يحتاج المساعدة. أوه كارينا، أخرج. سمايل، ألا ترى أنني لا أرتدي تنورة؟ لما صرخت للمساعدة إذن؟ كارينا، ماذا تفعلين هنا؟ تبا، بنات، أنتم منقذاتي. إسماعيل، توقف عن النظر. أوكي بنات، لقد نسيت تنورتي في المنزل، أعطوني سروالا أو تنورة أو أي شيء، المدرسة بأكملها تسخر مني. كارينا، أنت مجنونة. إسماعيل، ساعد صديقتك، أعطيها سروالا. فتيات، إنها تحتاج للتنورة. لا بنات، أرجوكم أعطوني تنورة أو سروالا، أعلم أنه لديكم ملابس إضافية، المدرسة بأكملها تسخر مني، لا أستطيع الذهاب للحصة. حسنا كارينا، سأساعدك، لكنك صديقة سمايل، لذا هو من عليه مساعدتك. سمايل، اذهب إلى غرفة الملابس، هناك تنورة صفراء، أحضرها لكارينا. حسنا. هيا. تبا كارينا، لا أستطيع تخيل كيف تمكنت من الوصول للمدرسة. هذا مضحك لك، لكنه ليس مضحكا لي. سمايل، أسرع. تبا آيس، أنا قلقة جدا على ديانا، اشتقنا لها كثيرا. ناسيا، لا تقلق، اسماعيل سيعيدها. شباب، لا تذهبوا لأي مكان، نحن نجمع توقيعات الطلاب لكي لا تعود ديانا. أين سأوقع؟ هنا. ليالي، أنت واحدة منا. شباب، الجرس رن، هذا يعني أن الاستراحة ستبدأ الآن. إنه وقت أن نفاجئ المعلم مايك بعودتنا ونخيب ظن الطلاب الذين ضدنا. شباب، شكرا لكم لأجل التنورة، لا أحد سيسخر مني الآن، أستطيع الذهاب للحصة. كارينا، سمايل، أرجوك أخبر صديقتك أن تتوقف عن ملاحقتنا. شباب، أيمكنكم أن تكونوا أصدقائي؟ أنتم الوحيدين الذين أحضرتم للتنورة. توقفي، لن تكون هناك أي صداقة، ديانا صديقتي، أنا لا يمكنها أن تحصل على أصدقاء آخرين. هذا يكفي بلوندي. كارينا، اذهبي، نحن نفكر في خطة للعودة للمدرسة، لا تخبري أحدا أنك رأيتنا. حسنا كارينا، اذهبي وانضمي للطلاب الآخرين وأبقي فمك مغلقا. حسنا، فهمت، فمي مغلق. شكرا شباب، أنتم الأفضل. حسنا بلوندي، لما لا نبدأ بالتحضير؟ أجل، هيا. ديانا، نحن نتواعد منذ 7 أشهر ولدي هدية لك. سمايل، هذا لطيف، لكن ستصبح 7 أشهر خلال أسبوعين. أجل ديانا، خلال أسبوعين، لكن هديتي تناسب هذا الوضع. أظهري لأولئك الطلاب الغيورين من أنت. بلوندي، هذا هو الفستان الذي حلمت به طويلا. سمايل، لم اشتريته؟ إنه باهظ الثمن. لا بأس ديانا، سأفعل كل شيء لأميرتي. ديانا، هل أنت جادة ستذهبين بهذا الفستان وأنا هكذا بهذه البدلة؟ سمايل، أنت الأفضل على الإطلاق، شكرا. ديانا، لا أريدك أن تكوني مرتدية هكذا. بلوندي، أنت أيضا ستبدين بمظهر جيد، ارتدي ذاك الفستان الأزرق. هل أنت جادة؟ هل أستطيع ارتداءه؟
بنات انتظروا، دعوني أخرج أولا وبعدها ارتدوا. أجل، سنتجهز في 5 دقائق. شباب ماذا تريدون؟ نأكل. لحظة فقط، ماكس أين هو سمايل؟ لا أعلم، بمكان ما مع ديانا، أشعر بالغرابة دون سمايل. إذن ديانا رحلت وبلوندي رحلت وسمايل أيضا. أيها الفتى السيء، ماذا تريد؟ سمايل أخوك أنت، من يجب أن تعرف إن كان سيعود أم لا. ماكس أنت قديم، أنا لا أتحدث مع سمايل. شباب نحن نجمع توقيعات. توقيعات ماذا؟ للحصول على الأرائك في المدرسة. أجل إذا وقعوا. الأرائك حسنا، خدعناهم. ديانا لن تعود لهذه المدرسة. نريد البيتزا آيس. بنات والديكم أخبروني بأن لا أعطيكم البيتزا. الحساء بنات الحساء. على ماذا سأوقع؟ الأريكة، أريد أريكة، أريكة كبيرة بمقعدين. خذ كيف وقع، ستحصل عليها ب3 مقاعد. تبا فتيات، اليوم لن نتدرب أبدا. أنا مصدومة، الأمر محزن دون ديانا. بنات لنتوقف عن القلق، المعلم مايك قال أننا سنعيد ديانا. المعلم مايك يمكنها أن يقول أي شيء. ديانا يمكنها أن تفكر بنفسها، هي أرادت الرحيل ورحلت ولن تعود أبدا. لما تحدقون بي؟ ارتديت تنورة. تبدين أفضل بالتنورة. لا تقلق لأنهم يسخرون، الأفضل أن توقع هنا. توقع للحصول على أرائك وأثاث ناعم في المدرسة. انتظروا بنات، أريد أن أقرأها أولا. المدرسة بأكملها ضد عودة ديانا. بنات هل أنتن جادات؟ والجميع قام بالتوقيع. اسمعي أنت أيضا ضدها، أنت صديقة سمايل أليس صحيحا؟ لما تحتاجين لديانا؟ وقعي فقط. لن أوقع فتيات سيئات. حسنا شباب انهضوا وتجهزوا، سنذهب قريبا. أين سنذهب؟ أين سنذهب؟ نحن لم نأكل بعد. شباب سنذهب لمنزل ديانا ونطلب منها أن تعود للمدرسة. لا. لا. أجل. معلم مايك، لماذا تحتاج ديانا؟ إنها دائما تتأخر عن حصصك. ليالي إيدائي. مرحبا أيتها المدرسة، لقد عدنا. لأننا فهمنا أن من دوننا هذه المدرسة ليست مدرسة. رحبوا بنا شباب. معلم مايك، يبدو أننا لن نذهب لأي مكان. تبا ديانا لقد عدتي. حسنا فتيات، أظن أننا سنتدرب اليوم. ديانا سعداء جدا بعودتك، كنا ذاهبين لزيارتك. وأنا كنت أجمع المال لأشتري الكعكة. ها وليالي لم تريد أن تعودي أبدا. أيتها الخضراء يا لك من ماكرة. لقد فهمت للتو أنني لا أستطيع ترك هذه المدرسة لأن فريقي هنا بوني. وأنا فريق فروكس هنا. بلوندي لماذا عدت؟ كل شيء عاد كما كان من قبل. شباب دعونا نحتفل بمناسبة عودتنا هنا. شباب الآن سنحتفل لأننا عدنا إلى المدرسة. لا أستطيع ترك فريق بوني. دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. وأيضا سمايل لا يمانع أن أكون صديقة بلوندي بعد الآن. بل أمانع سمايل. شباب وداعا. أنا أمانع.